مرحبا، الله يعطيكم العافية. احنا بديوان الشملان، متحف المؤرخ سيف مرزوق الشملان للصور القديمة والصور التاريخية. يوجد مجموعة من الصور القديمة اللي تمثل تاريخ الكويت القديم، ومن هذه الصور هذه الصورة عن بوابة الكويت التي بنت بمجهود من الشعب الكويتي قديما. وشنو علق سيف مرزوق الشملان؟ كتب سيف مرزوق الشملان بخط ايده. خلنا نشوف شنو كتب سيف مرزوق الشملان. وكتب سيف مرزوق الشملان بخط يده صورة جميلة لبوابة الشعب، وعليه يظهر مؤشر لنزول الطائرات. أعتقد واضح هذا، أعتقد واضح، ويظهر عليه مؤشر الهواء نزول الطائرات قرب بوابة في أول مطار. الصورة في الأربعينات، هذا المؤشر. كاتب سيف مؤشر لهواء نزول الطائرات، أعتقد واضح.